السلبيات الايجابيه، وهنعرض كل شويه فيديوهات هنا. الناس اللي كانت ماسكه الموبايل هيشوف فيديو هنا، وهنقعد نتفاعل مع بعض. اللي هيجاوب على الاسئله اللي هنقولها كويس في هدايا، انا جايبه هدايا معايا، الاشطر حتى هيجاوب معايا من الاطفال. تمام. بالنسبه لاولياء الامور، اي حد عايز يسال ازاي يتعامل مع ابنه او بنته كده في اي اسئله، لو حابين نخلي ليه اخر فقره في اليوم مفيش مشكله خالص. تمام. هنبدا دلوقتي، بس الاول نعرف الاسامي. انت اسمك ايه؟ علي يوسف. علي احمد. احمد اسمك ايه؟ ايه؟ اسمك ايه يا حبيبي؟ محمود. ها؟ محمد. ها؟ هنعرض فيديو الاول، بس الاطفال اللي معانا لو في حد حصل معاه اي موقف وحش وحابب انه يحكيه ويطلع معايا مفيش مشكله. في حد حابب منكم؟ انت حد حابب يحكي اي موقف؟ بس الكاتب ودي كده في الفيديو ازاي؟ لا ما حدش كله مكتوب. طيب هنبدا دلوقتي، هنعرض فيديو وهنتناقش. ماشي؟ يضربون الأطفال الضعفاء ويسبونهم. يا ليتني كنت قويا لأدافع عنه، فهو لم يفعل لهم شيئا. مرحبا يا أبطال، رحبوا معي جميعا بسالم الطالب الجدير في مدرستنا. سالم طفل مهذب وذكي جدا، وانتقل من مدرسته إلى هنا اليوم. هذا نفس الطالب الذي